لما بتنهي حياة إنسان روحك بتتوجع عشان بينقص منها حتة. لكن شريف كان مختلف، كنت بحس إن شريف بيستمتع وهو بيشوف روح بتتاخد قدامه. وهو قرر إنه يشيل معايا الحمل ده عشان نكمل اللي أبونا كان بيعمله. أنا للأسف وافق. وشريف فين دلوقتي؟ ما عنديش علم. أنا سبت بيت المزرعة بقالي فترة، من وقتها ما أعرفش عنه حاجة. يعني الشريف ما كانش يعرف أي حاجة عن موضوع الصناديق دي؟ بس بعد كده عارف، وشكل حاول يمنعنا. شريف هو اللي بعت لنا التهديد. يعني هو اللي خطف أمي. طب ما نروح نجيب ناجي. حاول تساعدنا وتقول لنا نقدر نلاقي الشريف فين دلوقتي. أنا ما ينفعش أكذب، حقيقي ما أعرفش. لما أنت فاكر نفسك نبي وبترحم الناس برسالة من ربنا، ليه كنت بتبعت لنا الصناديق؟ في إيه لما نحاول؟ نروح لدكتور اتنين تلاتة أربعة لغاية لما نلاقي حل. وبعد ما نروح لدكتور واتنين وتلاتة هيحصل ايه يا شريف؟ خلاص ما بقتش فارقة. لا، هتفرق ان احنا هيبقى حاولنا. ملوش لزوم. انا هروح مشوار وهبقى ارجع لك على بالليل. عايز ابقى لوحدي. وانا مش عايز ابقى لوحدي. ما تتاخرش. ربنا ابتلاني بالمرض عشان اكون سبب في رحمه عباده اللي بيتعذبوا. ليه يأثر في عمري وانا بنفذ اللي امرني بيه؟ الصورة وضحت وفهمت الحكمة لما لقيت مذكرات شريف بالصدفة وقريت اللي مكتوب فيها.